من جديد أهلا بكم في شير. كل يوم يبهرنا الذكاء الاصطناعي بابتكارات جديدة ربما لم تخطر يوما ببال أحدنا أو من سبقونا، تطورات ربما تبلغ بنا حد التفكير في عالم وواقع خيالي قد ينتقل له البشر خلال السنوات المقبلة. وخلال الفترة الماضية كان هناك عدد من التطبيقات المهمة للذكاء الاصطناعي نرصد من خلالها أبرز التطورات في هذا المجال، منها مدينة مصممة عبر الذكاء الاصطناعي وشريحة في دماغ رجل مشلول تساعده على استعادة الحركة، وأيضاً تجربة ناجحة في تحليل نفسيات الدجاج. ولتفاصيل أكثر دعونا نرحب بضيفنا من القاهرة الدكتور عمرو صبحي خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي. دكتور عمرو أهلا وسهلا فيك معنا بشير. في البداية إلى أي مدى من الممكن أن يصل بنا الذكاء الاصطناعي إلى عالم خيالي خلال السنوات المقبلة من وجهة نظرك؟ التطور الكبير اللي بيشهده التكنولوجيا خلال هذه الأعوام بالأخص على مشاريع الارتفيشال انتليجنت والذكاء الاصطناعي في الحقيقة هتودينا لمشاريع ممكن نكون متخيلين إنها تكون جاية من واقع الخيالي، ولكن في الحقيقة المشاريع اللي احنا بنتكلم عنها للارتفيشال انتليجنت هم من أهم المشاريع اللي ممكن بتدعم الارتفيشال انتليجنت والذكاء الاصطناعي، هو الماشين ليرنينج والديب ليرنينج اللي هي التعلم الآلة والتعلم العميق. في وجود تطور كبير جدا داخل المشروعين الكبار اللي هم الماشين ليرنينج والديب ليرنينج هيتم تطوير كبير جدا في مشاريع الذكاء الاصطناعي، وبالفعل وارد انها تورينا حاجات من واقع الخيال. نعم، طب كيف تقيم هذه التطبيقات الجديدة للذكاء الاصطناعي خلال اليومين الماضيين؟ المشاريع الموجودة للارتفيشال انتليجنت وكيفية التقييم ليها في الحقيقة بيتم تقييمها من عدة اتجاهات. في اتجاه لعملية الدقة، في ناس كتير جدا بتتكلم على مشاريع الذكاء الاصطناعي ودقة المشاريع الخاصة بمشاريع الذكاء الاصطناعي، وفي ناس تانية بتتكلم على الجودة وتحسين الجودة داخل الارتفيشال انتليجنت، وفي منظور آخر لعملية الريسبونس أو عملية الرد السريع. في الحقيقة كلهم عملية تقييم صحيحة، لأن احنا بقالنا فترة بنقول إن مشاريع الذكاء الاصطناعي والاستثمارات الكبيرة اللي احنا بنسمع بقالنا فترة إن احنا بنشوف شركات كبيرة زي مايكروسوفت وزي أمازون وشركات تانية ضخمة بتتم عملية استثمار قوي جدا في مشاريع الذكاء الاصطناعي، فبيتم عملية التقييم هنا من عملية الدقة، لأن زي ما قلت لمعاليكي من شوية إن عملية الاستثمار داخل الماشين ليرنينج أو تعليم الآلة بيتم تقييم ودقة البيانات اللي بتخش له بناء على ان انت بتدخل له بيانات بتعمل عملية تعليم للآلة، فبيبدأ يخرج بيانات دقيقة بشكل اكبر. نعم. فهنا عملية التقييم بتكون من الاتجاه دقة البيانات. نعم، طيب دكتور عمرو، يعني بحسب دراسة جديدة اجراها باحثون في جامعة صينية، فإن الذكاء الاصطناعي قادر ان يولد تخطيطات حضارية اكثر كفاءة من البشر وفي وقت اقل، كيف؟ كما قلت يعني لمعاليكي في عملية التطوير في مشاريع الذكاء الاصطناعي، أهم جزء من عملية المشاريع الخاصة بالذكاء الاصطناعي تعليم الآلة أو الماشين ليرنينج. بالفعل احنا يمكن شاهدنا خلال الأشهر الماضية عملية استخراج لبيانات كتير جدا وعملية استخراج بيانات دقيقة بشكل أكبر، ففي الحقيقة ممكن يتم خروج تخطيط أمثل وتخطيط أفضل من برامج أو تطبيقات الذكاء الاصطناعي عن التخطيطات للمدن الذي يتم الاستخراج أو النتائج منها من خلال البشر. نعم. في الحقيقة السمارت سيتي أو المدن الحديثة اللي بيتم الاستثمار فيها في تخطيطها أو في عملية حركة المرور داخل المدن الجديدة بيتم تخطيط هذه المدن من خلال بعض التطبيقات التي تم استخراجها من تطبيقات ومشاريع الذكاء الاصطناعي. هذا ما أريد الحديث عنه، يعني إن التخطيط. نعم
يعني ما سيصممه الذكاء يسمى مدينة 15 دقيقة، والتي ستوفر جميع الاحتياجات والخدمات الأساسية بمسافة ربع ساعة. إلى أي مدى يمكن اعتبار هذا الأمر واقعيا، وكيف سينعكس أيضا على صحة ونفسية البشر حال تطبيقه؟ المدن الجديدة وتخطيط المدن الجديدة، بطبيعة ان تخطيط المدن الجديدة بيتم تخطيط حاجة اسمها 30-70. 30-70 هي عملية 70% من المدن الذكية بيتم الاستثمار فيها في المرافق واللاندسكيب او الخضرة، و 30% سكن، وده من ضمن الستاندر اللي بيتم التعامل فيه في المدن الذكية. ليه؟ زي ما معاليكي قلتي ان بيتم متابعة الحالات النفسية للبشر وعملية الارتياح للسكن داخل المدن الجديدة. ويمكن احنا بقالنا فترة كبيرة بنلاقي عملية الاستدامة، وبعض الدول ومنهم على رأسهم مصر انها بتهتم بعملية الاستدامة والبيئة اللي بتخدم عملية الجرين انفايرومنت او البيئة النظيفة. فبالتالي بيتم الاستثمار داخل المدن الذكية بمشاريع الذكاء الاصطناعي. نعم. هدف سامي كبير جدا، وهو عملية راحة سكان هذه المدن. نعم. طيب دعني أذهب معك إلى جانب آخر، مع رجل سويسري يبلغ من العمر 46 عاما، أصيب بالشلل بسبب حادثة وتم إجراء عملية جراحية له، وذلك من خلال تركيب شريحة على دماغه باستخدام الذكاء الاصطناعي، لينجح بعدها في استعادة بعض الحركة. كيف ترى هذا التطور؟ حضرتك سألتيني سؤال في الأول، هل النهاردة الذكاء الاصطناعي بياخدنا لعالم خيالي؟ قلت لحضرتك بالفعل بعض أفلام التسعينات نراها الآن في الواقع. حضرتك بتقولي لي أن يوجد شاب يبلغ من العمر 46 عاما تم زراعة شريحة في دماغه لعملية استعادة الحركة مرة أخرى بعد عملية الشلل. هذا هو بالفعل قائم حاليا، أن مشاريع الذكاء الاصطناعي ليست في خدمة الصناعة فقط، ولكن في خدمة قطاعات أخرى. من أهم القطاعات التي يتم الاستثمار فيها داخل الذكاء الاصطناعي هي القطاعات الصحية. ليه؟ لأن بيوجد بعض الحالات التي يقف عنها أو تقف عندها الطب، ولكن بالفعل بعد استثمارات داخل الذكاء الاصطناعي، استثمارات الذكاء الاصطناعي داخل قطاعات طبية، بالفعل بقى يوجد لها حل. يوجد لها حل. يعني هل يمكن إن احنا النهاردة يعني من الممكن أن يخدم الذكاء الاصطناعي مجالات الطب والمشكلات الصحية المعقدة خلال السنوات المقبلة؟ نعم. صحيح؟ صحيح، هذا صحيح بالفعل. يمكن احنا هرجع بظهري لعام 2018، هقول لحضرتك ان يوجد 100 حالة تم دخول الروبوت ومشاريع الارتفيشال انتليجنت والذكاء الاصطناعي في اجراء عمليات جراحية دقيقة داخل القلب وداخل أجزاء ومناطق أخرى داخل الجسم حساسة مثل العقل، وقامت الروبوت بإجراء هذه العمليات كانت نسبة دقيتها بحوالي أكثر من 92% دقة عن إجراء العمليات من خلال طبيب بشري. نعم. طيب دكتور عمر، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في اليابان تمكنت من ترجمة أصوات الدجاج أو ما يعرف بنقنقة الدجاج، حيث تمكن الذكاء الاصطناعي من تحديد ما إذا كان الطائر سعيداً أم حزيناً أم خائفاً بدقة تصل إلى 80%. كيف وصل الذكاء الاصطناعي لذلك؟ الثورة الداجنة أو الثورة الحيوانية من ضمن أهم الثروات الموجودة داخل البلاد، من ضمن أهم الاستثمار في مثل هذه الثروات. فبالفعل النهاردة مشاريع الذكاء الاصطناعي بتقدر النهاردة بعد تطوير التطبيقات، زي ما معاليكي سألتيني في البداية هل النهاردة تقييم التطبيق في عملية الدقة أو عملية الريسبونس أو عملية رد الفعل ليها تقييم خلال الأيام الماضية؟ بالفعل كان التقييم من خلال وجود مشاريع للذكاء الاصطناعي
تفهم عملية نقنقة الدجاج. ودي كانت من المشاريع الغريبة جدا، لأن في الحقيقة مع وجود علم آخر ليه علاقة بالثروة الداجنة أو الثروة الحيوانية، ما كانش في وجود علم يقدر يفهم نقنقة الدجاج. ولكن بالفعل بعد وجود مشاريع الذكاء الاصطناعي وموضوع والاستثمار في حاجة اسمها voice recognition، يعني إيه voice recognition؟ بصمة الصوت. نعم. قدر أنه كمان بعد ما يفهم بصمة الصوت العنصر البشري، قدر كمان يفهم بصمة صوت غير البشر مثل الدجاج والحيوانات. نعم. الموجودة زي البيج أنيمالز، زي الحيوانات الكبيرة مثل الجمال والإبل وغيرهم من الحيوانات. نعم. الأخرى. طيب هذا الأمر اعتبره مختصون قفزة كبيرة للعلم، ما التطبيقات التي يمكن أن يستفيد منها الإنسان في معرفة أو من معرفة الحالة النفسية للدجاج؟ في الحقيقة في برامج كتيرة جدا، ولكن هذا البرنامج خلينا يعني احنا عندنا زي ما قلت لمعاليكي من شوية ان في خدمة او في تكنولوجي اسمها voice recognition او بصمة الصوت، كانت موجودة داخل العنصر البشري، تم استخراجها النهاردة للحيوانات لمعرفة اذا كان الحيوان الموجود اذا كان قادر ان هو النهاردة يبقى سعيد او يبقى حزين. في برامج كتيرة تم استخراجها من الذكاء الاصطناعي مخصصة للثروة الحيوانية، إذا كانت البيج أنيمالز أو السمول أنيمالز الموجودة، الحيوانات الكبيرة أو الحيوانات الصغيرة. في برامج كتيرة جدا تم استخراجها مخصصة للثروة الحيوانية لعملية استخراج إنتاج حيواني يقدر ان هو يكون بصورة افضل وبوضع اقدر، لان تم الدراسات على الثروات الحيوانية في حالة وجود استخراج منتجات مثل الألبان وغير الألبان في وجود حالة صحية او حالة نفسية بشكل افضل، لقوا ان الناتج من الثروة الحيوانية كانت النتيجة بتاعته افضل بكثير مما كان عليه من ساعة لما كان الحالة النفسية بتاعته كانت سيئة. نعم، الدكتور عامر صبحي خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا لك.